الله يسعدكم. أنا أبغى أتكلم بس في العلم الحديث حول الأصول. يعني مرة من المرات طلبوني أن أكون متحدثا باسم يمكن مجموعة من القبائل في الجزيرة العربية من عمان إلى المدينة المنورة وحائل. أشكلوا كذا تشكيل معين اسمه قبائل الأزدو. قالوا نريدكم متحدثا عن هذه القبائل بحكم أن قبيلتنا كانت تصنف أنها من الأزد. بس ما نقبلك إلا يجي التحليل. أخذوا تحليل مني من الدي إن إيه، أرسلوا لأمريكا ورجع التحليل. قالوا نعتذر لست من الأزد. قلت ما فيها شيء، أعطوني بس التحليل وأنا أشوف أصولي من فين. المهم حل أننا شفنا الأصول سبحان الله العظيم. فإذا بسيدنا آدم عليه السلام قبل يمكن 30,000 سنة، 30,000 سنة في التحليل، كان في موزمبيق في وسط أفريقيا. أصل البشرية كلها الإنسان أو الجنس الثالث من البشرية، البشر أجناس، في أجناس ما قبل آدم وتزاوجوا مع سلالة آدم، وفي أجناس ما قبل سلالة التي سبقت آدم ومذكورة في القرآن أن في أجناس وكانت في حروب وتسفك بها الدماء. كان الجن، هؤلاء الجن، الجن والخن والحن، لكن ليس لها دماء. الذي لهم دماء هم البشر، السلالات ما سبقت العلم اللي نزل به آدم. لكن ليس هناك بشر إلا من آدم وجاي اللي هو الإنسان. الإنسان المكلف. لا لا، اللي نعرف أنا مدى هذه معلومة صحيحة ولا لا؟ جيد. أن قالوا قال إني جعل في الأرض خليفة. قالوا ألا تجعل فيها من يسفك الدماء، من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره. هذا المقصود فيهم الجن وليسوا من الإنس. وما علاقة الجن بالإنس؟ بغض النظر عن التفصيلات ذي، لكن أنا أقصد أنه هذا اللي إحنا نعرفه. نعم. لا بأس أنك تعطيني اللي عندك، ما في مشكلة. لكن دائما ترى عندنا، أقولك شيء بيوسع صدرك، الآن يتابعنا من العلماء. نعم. طلاب العلم. جميل. جميل. ولذلك يعطونا مثل ذا، يعطونا الرد. جميل. أسلم. جميل. فوجدت بعض العظامات المخلوقات ما قبل الإنسان تختلف شوية عن مخلوق عن ما نحن عليه الآن. يعني المخلوق الوحيد الذي يسير على قدمين باستقامة كاملة ما في إلا البشر. المخلوق الوحيد الذي سيطر على كل ما في الكون هو البشر. ليش ما الخيل طلع هو يسيطر؟ ليش ما الزرافة هي اللي تسيطر؟ ليش ما الفيل هو الأكبر يسيطر؟ ليش سيطر البشر هو أصغر واحد؟ دليل أن هذا المخلوق جاء من مكان آخر بعقل آخر بتكليف آخر استطاع أن يسيطر على كل ما في الكون. تخيلت الفكرة؟ يعني الإنسان اللي سابقنا، اللي سابق آدم عليه السلام، لم يستطع أن يسيطر بهذه القوة حتى انقرض، وجاء هذا خلال 30 سنة. الشاهد بالموضوع أن لون البشرة في آدم كانت سمراء، ولذلك الأصل في ألواننا السمرة وليس البيض. يعني كل اللي موجودين في أفريقيا كان لونهم بشرتهم سمراء. حتى حين لو حللنا الدي إن إيه سنجد فيها اللون الأسمر موجود في أصولنا القديمة. لكن هذه الصبغة تقل وتزيد حسب تعرض الأجيال، حسب تعرض الأجيال للشمس. يمكن اسم آدم من الأدمة. من الأدمة يعني من السمار. السمار. نعم نعم. ولذلك سلالات يوم شوف ترحل أجدادنا، كيف ترحل أجدادنا جت في السلالة، كيف طلعوا من موزمبيق، وكيف راحوا إثيوبيا قبل 7,000 سنة، وكيف جو 5,000، وكيف قطعوا البحر الأحمر، وكيف استقروا في هذا الجبال اللي حين موجودين فيها، ثم كيف هاجروا بجهات اتجهوا كذا حتى وصلوا إلى الكويت ثم انحرفوا. حتى أعطوني أرقام جوالات لأقارب لي في البرتغال اللي كانوا مع الفتوحات الإسلامية اللي طلعوا يجاهدون. قال موجودين الآن في عمرك ناس في البرتغال، وموجودين ناس في كذا، وموجودين. فثبت أن أصل البشرية في أفريقيا باللون الآدم البشرة، وطلع منهم جزء قبل 20,000 سنة اتجهوا إلى الهند وإلى الصين، وطلع قبل 10,000 سنة جزء طلع لأوروبا، ونتيجة نقص فيتامين دال ونقص الشمس وعدم تعرض الشمس بشكل كبير تحولت بشرتهم إلى البهقاء اللي هي البيضاء والشعر الأصفر. يعني سبب عدم وجود فيتامين دال وعدم تعرضهم للشمس يخلي البشرة، يعني شوف تحت الشعر يقول هذا أصول بنغالية، ليه بشرة باللون؟ لو شوف واحد أشقر قلت هذا من اسكندنافيا، هذا من الدول اللي ما يجيها شمس. ليه؟ السبب في تغير البشرة هو التعرض للشمس ونقص فيتامين دال حسب قوة تعرضك للشمس. يعني لو أبغى أغدي أبيض، ها؟ لو أبغى أغدي أبيض ما أخذ دال ولا أغدي في الشمس. أنت صعب. أنت ما تتغير. ما أنت صعب. أنا قد نشبت. اللي أعرفه في الموضوع هذا. نعم. أن الله عز وجل حين خلق آدم خلقه من إيش؟ من قبضة. من تراب. نعم. هذه القبضة من تراب. نعم. ورد أن الله عز وجل أخذ من جميع بقاع تراب الأرض. نعم. وخلط. فالأرض فيها اللون الأسود واللون الأبيض وما بين الأسود والأبيض والنافع والضار والخير والشر وشر وإلى آخره. فلما جاء النسل تنوعوا بناء على تنوع
الأرض، هذا اللي أنا أعرفه. جميل. إذا خطأ علمونا يا جماعة الخير والله نستفيد. جميل. يعني يثار موضوع نستفيد منه نطلع اليوم بنتيجة جميلة يكفينا هذا. جميل. أسلم دكتور. ولذلك تجد الصينيين بشكل معين، يعني أشوف الأندونيسيين لونهم على أساس الشمس والرطوبة بلون معين، نفس الصيغة حقت القوقاز هذول عيونهم صغار، تطلع الكوريين صفر، تطلع شمال اليابانيين بيض، وهم نفس السلالة. دليل ان موقعك من الارض لفترات واجيال طويله تؤثر في تكوين البشره، تؤثر في تكوين نعم الارض اللي تعيش فيها والشمس الموجود فيها وكذا، دائما هي من الاشياء التي تكون الطبقه الموجوده اللي نسميها الادمه. بالمناسبه لازم الانسان يتعرض للشمس ويكتسب فيتامين د من الشمس. عدم تعرضنا للشمس وتغير حياتنا الاجتماعيه اللي تشوفونها الحين جالسين تحت مكيفات وبعيد عن الشمس وما عاد نشتغل نكون عضلات زي ما كان الاجداد، انتشر فينا السمن وانتشرت فينا الامراض العصر، السكر وضغط الكوليسترول بسبب تغير عاداتنا الاكل وسبب تغير عاداتنا الاجتماعيه. كان جدي وجدك من صلاه الفجر وهو في مزارعة ولا يرعى ويكون عضلات، كل عضلة تتكون في جسمك احنا نسميه عملية الهدم والبناء، تهدم عضلة وتبني عضلة، هدم وبناء. يجي في الليل عندك ذرع، ما ادري تعرفون الذرع يعني ألم شديد في جسمك، يقوم يفرز سبحان الله انزيمات اسمها الدوبامين والاندروفين، مخدرات، مخدر طبيعي يهديها، يقول هدوا الموت اللي حصل، ثم يعطي أوامر بهرمون النمو ابنوا عضلة جديدة وأقوى من الأولة. هذا الإنسان ما يزال شاب، فتلاقيهم قد عمره 100 سنة وهو باقي زي الأسد، سبب أنه يعمل ويبني ويهدم عضلات. الآن ما عاد نهدم ولا عاد نبني، ولذلك نقول أي واحد يبغى يكون هرمونات ذكورة عالية يجب أن يطلع في الشمس ويجب أن يهدم عضلات ويبني. إذا ما كونت عضلات اعتبر هرمون الذكورة ينخفض لديك. لازم تأخذ فيتامين د عشان ترتفع هرمون التستوستيرون الذكري مثلا، لازم أكلك يكون فيه خضار، لازم تشيل شيء ثقيل ولا تحط شيء ثقيل على أساس جسمك يستمر في عملية البناء. يجي أمر والله هذا باقي شاب، هذا الشاب أعطوه عمره طويل. حتى يقول لك اللي تسقط أسنانه هي عصب تضغط، كل من تأكل وتضغط يجي تنبيه المخ هذا باقي شاب يا جماعة، لو سقطت الأسنان يجي أمر المخ هذا قد عجوز، ساعده في موته. تخيلتوا كيف المخ يفكر أنت شاب ولا ما أنت شاب بناء على ما تعمل يوميا. إن صحيت بدري واشتغلت قال هذا باقي شاب، أعطوه طاقة، أعطوه قوة، أعطوه عضلات، أعطوه بنية. ولذلك نقول كل ما استطعنا أن نعود على ما كان عليه الآباء والأجداد ثق أن صحتك هتصير 100%. وأكلهم اللي كان موجود، الحبة حقتنا اللي ما عد فيها الدينية اللي كانت تنطحن الحبة قشرتها وناكلها اعتبر نفسك سليم. حليب الإبل اللي كانوا عليه، مشيهم اللي كانوا عليه، نومهم في الصحراء مشينا، حتى المشي حافي أصح عشرات المرات من المشي وأنت ترتدي حذاء. ليه؟ تفرغ كهربائيا وتفرغ شحنات وتفرغ طاقة وتفرغ طاقة سلبية وكل جسمك أعصابها الأساسية موجودة في الأرجل. تبغى تنبه الكلية مش حافي، تبغى تنبه الكبد مش حافي عشان يتنبه. طالما أن تلبس هذا الحذاء هو عازل لتفريغ الشحنات الكهربائية، عازل للتنبيه العصبي، عازل أشياء كثيرة. أنا أقول دوما كل ما استطعت أن ترجع للطبيعة زي ما كان أبوك وجدك ترك في السليم. كلما تطورت وابتعدت عن الشمس، حتى الساعة البيولوجية هنا احنا مخلوقين نهاريين لسنا مخلوقين ليليين، يعني صلاة الفجر لازم تقوم، المغرب لازم تبدأ طاقة تنخفض عشان تنام. خالفت هذه اعرف ان جسمك صار فيه خلل، شوف السرطانات اللي صارت الحين كثيرة جدا لان في خلايا ما تشتغل في الظلام وبعد 10 في الليل تنظيف جسمك. طيب اذا انت صاحي ما تشتغل، واذا ما اشتغلت تخلي الرسوبات في جسمك، تخلي السموم في جسمك، تجيك الامراض. وفي اشياء المفروض بعد المغرب ما عاد تاكل ولا بعد العشاء. ليه؟ المعده تبغى ترقد، وانت قاعد كل شوي تدقها باكل وتقعد هي تهضم 3 ساعات 4 ساعات ومدقتها بحلى 4 ساعات، كيف ترتاح؟ متى تنام المعده؟ متى ينام الكبد؟ اسمع الشيخ الشيخ عبد الله الجعيثن، دكتور عبد الله الجعيثن الله يسعده، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض، فجاء بنو ادم على قدر الارض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، نعم، والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. هذه من حلو التفاعل حلو. لا ترى احنا ما نخاف والله، نقول احنا مطمئنين ممتاز لانه عندنا ما شاء الله تبارك نخبة، اسأل الله ان يسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. يبادرون فريق اعداد من الجمهور، يعني كل الشكر والتقدير لهم. ماني قلت لك انك رقم 6 انت، الله يسعدك، جبت الجمهور ضدنا ذا الحين. الله لا مو ضد، لا بالعكس، لا يا دكتور احنا ما يقضي الضد. اي احيانا يعني اذكر احد الاحبه في البرنامج اي تكلمنا عن عيد الاضحى فطرح اي يسويه هو ويتعبد الله به وهو خطا. مباشره جانت توجيه الجمهوري الرائع
المستقى من التوجيه الإلهي لأن هالكلمة هي صحيحة. ثم بيناها، يقول أنا اليوم طلعت فائدة، لو ما طلع فائدة هذه ما شاء الله أتوقف عنها ما شاء الله. فإحنا عندنا يعني جمهور جميل جدا، هو الرقيب، هو الرقيب الجمهور. إيه يقول السؤال للشيخ بن باز، أي يقول المستمع كذا كذا من اليمن، يقول سمعت من بعض الناس أنه كان يوجد قبل آدم إنسان بدائي واختفى قبل ظهور آدم، فهل هذا صحيح؟ قال ليس لهذا أصل، بل هذه من الخرافات، ليس قبل آدم إنسان آخر. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. إيه شفت جمال ال إيه ال خلق آدم، بينت الآية إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل يعني ما كان موجود، بيجعلها الله عز وجل، فلم يكن هناك قبله بشرا من طين. بشرا من طين يعني ما كان فيه بشر. يا سلام، انتوي الآن مستحدث خلق سأخلق البشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طيب لكن في بعض السلالات وجدوها عمرها 7 ملايين سنة في غرب أفريقيا، وفي سلالات 300,000. لا 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 لا، كهيئة البشر، كهيئة البشر. فيه ديناصور يمشي. وين ذيلا يا حسين ينفداك، تعرف ديناصورات وصل سدير مرة ذلك. لا وشوف يا دكتور، أنا عساس برضو يعني ما نخرج. شوفوا يا جماعة الخير، حنا لما نتكلم ما ودي الحقيقة نضع افتراضات تشوش علينا، عرفت قصدي؟ أي. يعني لما نقول لا في خلق كان قبل 7,000 سنة، طيب أنا ما أدري، يعني لازم أرجع للفيلم اللي مصور قبل 7,000 سنة عشان أتأكد، وأنا ما عندي هالكلام كله. أنا أمامي قرآن وسنة أنزله الله عز وجل وبين فيه ما أحتاجه. كويس ان الدكتور يطرح الطرح، ترى جميل. انا اقول الطرح هذا اللي طرحه الدكتور يطرح في المجالس، لكن وش الجمال فيه؟ ان نخرج بتصحيح ما هو خاطئ، ان نخرج بتصحيح ما هو خاطئ، وهذا جميل. يعني انا متاكد الان اللي مثلا الدكتور الان ابو باس الله يسعده، في ناس كثيرين يمكن عندهم، لكن والله لا اصبروا، ترى والله في الاجاويد ذكروا والكذا وبينوا كذا من خلال خلاص. يا سلام عليك، فاحنا ودنا نخرج بفائده، لكن ما ودنا ايضا نشوش. يا سلام عليك، الله يبيض وجهك. وفيه فيلم احسن واحد فيه فيلم